بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم النهاردة في درس جديد من دروس سلسلة C++. هنبدأ النهاردة نفتح مشروع فعلي ونبدأ نشتغل عليه. طب احنا هنفتح المشروع ده ازاي او هنبدأ نستخدمه ازاي؟ اولا احنا هنستخدم برنامج مايكروسوفت فيجوال C++. انا منزلة الاصدار اللي هو 2010. انت عايز تنزل 2015 2018، دي يعني دي حاجة بتاعتك. الإصدارات الفروق بينهم بس في الشكل الخارجي، إنما كلغة وكتابة هي نفس الأكواد ونفس الاستخدامات. طب إزاي أبدأ المشروع بتاعي وأبدأ أشتغل عليه؟ ببدأ أخش من فايل، أختار نيو. إحنا عايزين نعمل مشروع جديد فهنقول له بروجكت. بعد ما أختاره هيطلع لي أنواع البروجكتس الموجودة. إحنا هنشتغل على بروجكت فاضي خالص جديد، مش هنشتغل على حاجة جاهزة أو قالب جاهز. فهختار empty project وهاجي هنا في النيم اكتب اسم المشروع بتاعي. اسم المشروع لازم يبقى من حروف، ما ينفعش ان انا احط في بدايته علامات، يعني ما ينفعش اجي اقول له كده هاش، اقول له هاش كده مثلا جي مش هيقبلها، اقول له ارقام مثلا في اسم المشروع في الاول مش هيقبلها. يفضل ان هو يبقى اسم كامل، عايزين نفصل بين كلمتين ما بنحطش سبيس، بنحط underscore، ده الافضل. طيب هنسمي المشروع بتاعنا ده ايه؟ هنسميه مثلا يوديمي سي مثلا underscore سي underscore كورس، وهنبدأ نقول له اوكي. كده البرنامج بتاعي بيبدأ يجهز المشروع الجديد ويعمل الملفات بتاعته جوه السيستم، طلع لنا بالشكل ده. طب انا هكتب فين؟ انا علشان اكتب دلوقتي انا محتاج ان انا افتح حاجة اسمها source file. يعني ايه source file؟ الفايل الخاص بالاكواد. طب ببدأ افتحه ازاي؟ هاجي على source file دي، اعمل كليك يمين واقول له add new item، او من file new واقول له file. احنا عايزين نعمل دلوقتي ايه نوع الفايل اللي احنا هنعمله؟ احنا هنعمل فايل بتاع C++. الاكستنشن بتاعه بيبقى CPP، C++ هي اختصارها كده. هاجي على CPP دوت، وهاجي هنا في النيم اختار اسم المشروع بتاعي. انا هسميه Lecture 3 واقول له Add. كده احنا كريتنا اول مشروع لينا ونقدر نبدأ نشتغل عليه. طيب احنا في اول الكورس كنا قلنا ان في حاجة اسمها Syntax للكتابة، او طريقة كتابة معينة لازم نتبعها، صح؟ هنبدأ النهاردة نتكلم عن الطريقة دي. اول حاجة في اي برنامج في C++ ببدأ اقول له كلمة هاش include io string. الكلام ده معناه ان انا بقول له اعمل لي تضمين لمكتبة. يعني ايه مكتبة؟ الاوامر جوه اي لغة في الدنيا بتبقى متقسمة لمكاتب، كل مكتبة منهم فيها شوية اوامر معينة. احنا في اوامر هنستخدمها من مكتبة اسمها IO stream. طب يعني ايه IO stream ديت؟ input output stream. مفيش برنامج في الدنيا مفيهوش input، ومفيش برنامج في الدنيا مفيهوش output، وإلا ايه الافادة اللي هتوصلنا؟ تمام؟ فبقول له استخدم لي المكتبة الخاصة بالinput والoutput stream. طب هو في مكتبات تانية؟ في مكتبات تانية كتير هنعدي عليها في الكورس، بس المهم دلوقتي المكتبة الأساسية اللي ما ينفعش أي برنامج يشتغل من غيرها هي الـ Input Output Stream. بعد كده ببدأ أقول له Using Namespace STD وفي آخرها Semicolon. طيب يعني إيه Using Namespace STD ديت؟ إيه الكلام الكبير دوت؟ أنا بقول له استخدم لي مجموعة الأسماء اللي موجودة جوه المكتبة. يعني انا دلوقتي بعد ما فتحت الاي او ستريم بالانكلود لازم اقول له ضمن لي بقى الاكواد بتاعتها جوه المكتبه. لو انا ما قلتلوش يوزنج نيم سبيس، هو فتح المكتبه بس ما استخدمهاش، مش قادر ان هو يفتحها او يستخدمها، هو فتحها عنده بس ما استخدمهاش. بعد كده ببدا في سطر بعد كده اسمه void main. void دي وديها اقواس كده علشان نبدا البرنامج بتاعنا جواها. void ده نوع المين بتاعتي، نوع الدالة اللي اسمها مين. طب هي لازم تبقى void؟ لا مش لازم تبقى void،
بس مبدئيا كده، واحنا في الاول هنخليها على طول void، لان احنا لا عايزينها تاخد حاجة ولا ترجع حاجة. يعني ايه تاخد حاجة وترجع حاجة؟ احنا مستقبليا هنلاقي ان البرنامج بتاعي هيبقى مرتبط بكذا ملف موجود عندي، كل ملف من دول ممكن يبعت حاجة لملف تاني، كل دالة من دول ممكن تبعت حاجة لدالة تانية، تبعت قيمة بتاعة فاريبل معين او متغير معين هنستخدمه جوه الايه البرمجة. طب يعني ايه مين؟ مين دي الدالة الاساسية بتاعت البرنامج بتاعي. مهما كنت كاتب سطور جوه البرنامج ومهما كان رقم السطر بتاعها، يعني هي لو مكتوبة في السطر 5000 مثلا، البرنامج هيشتغل من اول كلمة المين، مش هيبص على حاجة قبلها، وهيبدأ الشغل بتاعه من اول المين، هي الدالة الرئيسية بتاع البرنامج بتاعي. طيب ايه القوسين دولت؟ القوسين اللي هم الكيرلي براكتس دول معناهم ان انا عندي هنا بلوك. يعني ايه بلوك؟ بلوك دوت قطعة من الاكواد بتكون تابعة لدالة معينة، يعني اي حاجة بين البلوك ده جوه البلوك ده تابعة لمين؟ تابعة للمين. طيب هستخدم امر صغير خالص اسمه سي اوت، وهعمل بعديه القوسين دول. يعني ايه سي اوت؟ سي استخدم لغة السي علشان تعمل اوت، وانا بخرج حاجة فهعمل القوس ناحية التخريج. انا كده بقول له خرج لي حاجة، تمام؟ سي اوت ايه؟ هقول له كده هلو قول. طب هلو قول دي معناها ايه؟ دي الكلمة اللي انا عايز البرنامج يطبعها. طب ايه الدبل كوتس اللي انا حطيتهم عليها؟ اي جملة في لغة السي بلس بلس كتابة، جملة كتابية بحطها بين دبل كوت. طب لو ارقام بحطها من غير الدبل كوت. طب لو حرف واحد ممكن احط سنجل كوت، تمام؟ طيب دلوقتي هاجي اعمل ران. طب اشغل البرنامج ده ازاي؟ باجي على العلامة الخضراء اللي فوق دي او بدوس على F5 وبقول له ستارت ديباجينج. مجرد ما يعمل ستارت ديباجينج هو بيراجع الكود بتاعي اذا كان فيه مشاكل ولا لا علشان يبدأ يشغله. دلوقتي الكود اشتغل ووقف ليه؟ انا مش قايل له وقف لي الشاشة علشان اتفرج على الناتج. علشان اخليه يوقف لي الشاشة واتفرج على الناتج هاجي بعد هلو اول ديت وهقول له سيستم، وهفتح قوسين اللي هما السيركل دول المدورين، وبين القوسين دولت هكتب كلمة بول، وقف لي السيستم بعد ما تعمل سي اوت، وهرجع شغل. شايفين كلمة هلو اول اتكتبت هنا ازاي؟ بس هي جاية وجنبيها كتابة تانية بريس اني كي تو كونتينيو. ليه؟ لان انا ما قلتلوش بعد ما تكتب هلو وورلد ديت انهي لي السطر. طب هنهي السطر ازاي؟ هنهي السطر بان انا اجي اقول له هنا كده سي اوت اند لاين، وهاجي اعمل تشغيل. دلوقتي هو بعد هلو وورلد جاله امر ينهي السطر، بعدين بدا يكتب لي بريس اني كي تو كونتينيو ديت بس عشان يوضح لي ان انا عامل بوز هنا، ولو عايز اوقف البرنامج ادوس اني كي، ادوس على اي زرار عندي، تمام؟ طيب هو انا ينفع الاتنين سي اوت دول عشان جايين ورا بعض احطهم في سطر واحد؟ اه ينفع احطهم في سطر واحد. طب هدمجهم ازاي؟ قبل السيمي كولون اللي في نهاية السطر دي اجي كده اقول له العلامتين بتوع الاخراج تاني واقول له اند لاين. السيمي كولون اللي في نهاية السطر دي حاجة مهمة جدا هنتكلم عنها في المحاضرة الجاية، هي حاجة تعمل لي ايرور كبير جدا في البرنامج لو مش حاططها. معنى السيمي كولون ان انا بقول له ان الامر بتاعي انتهى هنا، يعني انا لو كنت كاتب سيمي كولون هنا كان عمل لي مشكلة كبيرة وعمل لي ايرور. ادي الخط الاحمر ده معناه ان في ايرور هنا، تمام؟ اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.